خلك على الموجة السعودية ألف ألف أف أم. كرة اللعبة برة 18 جول. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. أنا سلطان الغشيان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي برة 18، البرنامج اللي يناقش أهم وأبرز الأخبار والقضايا الرياضية بكل حيادية إن شاء الله وبكل جراءة. اسمحوا لي في بداية الحلقة أرحب بضيوفي اليوم معي هنا في الاستوديو، الكابتن والمحلل الرياضي فيصل بامحرز. مساء الخير كابتن فيصل. مساء النور، يا أهلا وسهلا بك. وأيضا عبر الهاتف معنا الأستاذ سعود الصرامي. مساء الخير أستاذ سعود. الله يحييك أستاذ سلطان، وأحيي مستمعي برنامج برة 18 عبر أثير ألف ألف، وأيضا أمسي بالخير على الكابتن الخلوق جدا صديقنا العزيز فيصل بامحرز. سعيد دائما بسمع صوتكم، ومسي بالخير على جميع المستمعين لبرنامج برة 18. الله يحييك. الله يحييك أستاذ سعود، متعبنا فيصل هنا. لا 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 ما أظن. بهذلنا مع الجماهير. أنا حقيقة من جدا من المعجبين جدا بأخلاق و لا يحتاج محبة وطيبة الكابتن فيصل. الله يخليك، هذا كله من طيبك. يعني أنا أعتبر أنه الكابتن فيصل معرفة دائما مكسب. ما أعتقد أنه فيصل يتعب أحد، بالعكس كلكم مكسب والله. دائما يفزع مع الناس لتسهيل أمورهم اليومية. ما يحتاج كلكم طبعا مكسب لنا. طيب نسمح لنا نروح للعناوين أول شيء، بعدين نرجع نشوف أخبارنا وتفاصيلها. غدا المباريات المؤجلة من الجولة السابعة في المدينة والمجمعة ونجران. النصر يبحث عن تصحيح الأمور والأنصار عن الأمل الشبه مفقود. والأهلي يريد مواصلة الزحف نحو الصدارة والجماهير تخشى المفاجأة. أسرار حادثة الخرج وسر منع ما قال الشهري. للتواصل معنا مستمعينا الكرام في برنامجكم برة 18 STC 84 7700 وموبايلي 640 660 ومشتركي زين 7462 62. تقام مساء الغد ثلاث مباريات في مسابقة دوري زين السعودي، وهي من المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري زين السعودي. ذيك الأيام طبعا كانت المشكلة حجوزات الطيران. طبعا المباريات راح تكون ما بين الأنصار والنصر وأيضا نجران والقادسية والفيصلي والأهلي. خلنا نتكلم عن المباريات هذه بشكل تفصيلي أكثر. الأنصار والنصر، لقاء الأنصار وضيفه فريق النصر راح يكون في ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة الرياضية في المدينة المنورة. وطبعا اللقاء يمكن يهم النصر أكثر مما يهم الأنصار، اللي تقريبا قاب قوسين أو أدنى أنه يعود لدوري الدرجة الأولى في ظل أنه في طول الجولات السابقة ما حقق حتى نقطة وحيدة. فيصل، الأنصار يبحث عن أمل شبه مفقود، النصر يبحث عن تعزيز فوزه خاصة مع الفتح في المباراة الأخيرة اللي جاء عن طريق ركلات الترجيح. أيضا ممكن الثقة بدأت تعود إلى الجهاز الفني والإداري بوجود الأمير وليد بن بدر، وأيضا ما ترانا على الجهاز التدريبي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أنت عارف تهم الفريقين، بصراحة الفريقين يعني وضع محرج أمام جماهيرهم طبعا، خاصة الأنصار والنصر كاسم نادي و وضع النادي يعني مشكلة له أنه يكون في هذا المركز. فعشان كده بعد الفوز الأخير وبعد تغيير المدرب والإدارة فيتمنوا طبعا أنه يظهر بالصورة الأفضل. الأنصار ما يعني ما في شيء يخسروه، ما عندهم العوامل طبعا، عوامل الفوز ما عندهم الأنصار. يعني لا أجانب، مدرب أعتقد ما هم مقتنعين في الإدارة. يعني ما نعرف إيش مشكلتهم بالضبط. يعني المفروض الدور الثاني إحنا قلنا إنه يصلحوا في الأمور، بس ما أعتقد أمام النصر هيقدروا يسووا شيء. يعني طبعا إلا إذا مفاجأة. بس النصر أعتقد مع المدرب الجديد ومع الإدارة الجديدة مع الأمير وليد بن بدر هيكون روحهم، وبعد الفوز الأخير روحهم أفضل مهما كان. يعني لسه الفريق ما جهز التجهيز اللي
المفروض يكون نادي النصر طيب. موجود فيه فأعتقد أنه بس ممكن يفوز يعني مباراة بكرة. طيب أستاذ سعود، يعني النصر في المركز السابع 14 نقطة فقط من المباريات السابقة للفريق، يمكن المركز هذا ما هو طموح لاعبي أو جماهير نادي النصر بشكل عام قبل الإدارة وقبل اللاعبين. مباراة الأنصار يمكن الكثير وصفوها أنه ممكن تكون صيد سهل للنصر. بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى. أنا بالنسبة للأمور الفنية ترى ما أحب أتكلم فيها كثير يعني إيش، لأني أنا أركز ومؤمن على حكاية الخصوصية، لأني أنا في البداية وفي النهاية إعلامي يعني، وأترك الجوانب الفنية للمدربين أو اللاعبين، لأني أنا حقيقة لست لاعبا سابقا وأيضا لست مدربا سابقا، لكن أنا أعتقد أنه مباراة الغد تهم النصر وتهم أيضا الأنصار، لأنه الأنصار لو حصل على المباراة والثلاث نقاط لن ممكن يبدأ رحلة البحث عن مكان في المناطق الدافئة يعني. أنت لو رجعت للأنصار هو في المرتبة الأخيرة نعم بدون نقاط، لكن لو لاحظت بعد المرتبة الأربعتاش تشوف 13 تشوف 12 تشوف 11 تلقى النقاط تراها 8-9 يعني قريبة مش بعيدة، وانت في عالم ثلاث نقاط ممكن ثلاث انتصارات متتالية تحسن وضعك. الأنصار يعني من ناحية العناصرية يملك لاعبين ممتازين، مدرب جيد، الإدارة أنا أعتقد أنها لا بأس فيها، لكن الأنصار مشكلته واضحة جدا للرأي العام وللناس المحبين لنادي الأنصار، وهي المشكلة مادية بحتة. طيب والحقيقة للأسف الشديد أن الأمور المادية التي تعاني منها الأندية للأسف الشديد أنها صناعة هيئة دوري المحترفين. أي الدوري المحترفين هي المتسببة في هذه المشاكل المالية الخانقة التي تتعرض لها أندية الدوري اللي من حيث مبالغ النقل وكذا تسهيل الأمور الأندية، لكن الأندية حقيقة قاعدة تعاني. لا لا نجران يعني اليوم شفناها لولا تبرع الأمير بنوصل العزيز حفظه الله 500,000 والفريق كان حينسحب من المباريات الماضية أو المباريات القادمة، لكن الأنصار لا أحد يتبرع له. أنا أعتقد أن الأنصار إذا كان إذا هبط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، ولا أتمنى أن يهبط، فهو يعني ضحية هيئة دوري المحترفين اللي تضبط الأموال عندها ولا تصرفها. يعني أنا مثلا زي الأنصار الآن أنا متأكد أن الأنصار لو أقل شيء عندها هي الدوري المحترفين لا تقل عن 6-7 مليون من مثلا 1.5 مليون إعانة احتراف، من مباريات، من قيمة مباريات، أيضا النقل التلفزيوني. يعني أنت مثلا تبي تصرفها لي في فصل الصيف لما أنا أهبط؟ أنا أعتقد أنك أنت عاقبتني يعني. يعني شوف يا سيد العزيز، فأعتقد أن الأنصار مش مشكلة، مشكلة الأنصار هي مشكلة مادية بحتة. يا أخي العزيز الآن الجوانب لو خرجنا من الجانب الرياضي، أنت لما تبي تعاقب أي شخص أو أي دولة أو أي شيء أنت تعاقبها بتجميد الأموال، فهنا هيئة المحترفين أو لجنة احتراف مجمد أموال الأندية تجميد جامد وشديد، وعقوبات تفرض عليها عقوبات شديدة جدا. وبعدين لما تفتح باب التسجيل اللاعبين الأجانب أو المحليين في الفترات الشتوية أو في الصيفية يقول عليك شكوى من نادي من لاعب معين أو نادي معين يحتاج إلى مستحقات المالية. طيب أنت ضابط المصروفات، أنت أساسا مجمد أموالي، مجمد أموالي هذه عقوبة قاسية، تجميد الأموال بحد ذاتها عقوبة قاسية ومشددة. ويعني أنا أو أنت لو مثلا البنك جمد أموالنا أنا يعني حنعيش على الفقر وعلى بساط الفقر. فالحقيقة أنا أعتقد الأنصار، نجران، الفيصلي، التعاون، كل الأندية التي ليس لديها راع أو ليس لديها أعضاء شرف قادرين على جلب المال هم ضحية هيئة دوري المحترفين. للأسف الشديد هيئة دوري المحترفين جاءت لمساعدة الأندية أو أنشئت وكونت لمساعدة الأندية، فأصبحت هي الصوت المسلط على الأندية للأسف الشديد. ودائما الأخ النوينسر أو الأخ المدلج كل ما حضروا وظهروا في الفضاء بظهورهم هذا المكثف والعنيف كل إنجازاتهم تبدأ وأن تنتهي بأنهم وضعوا الكراسي في المدرجات. يا أخي أنت يعني أنت الآن صارت مجرد أنت لما تؤدي مهام عملك بس فقط للمدرجات والكراسي المدرجات. أنا أعتقد أنه الأنصار والنجران ضحية لهذه الأمور. الأنصار أنا وجهة نظري فريق ممتاز وشاهدته أنا في مباريات كثيرة من الناحية الفنية ممتاز، لكن مشكلته مادية، علشان كذا
ما أدري إيش بيسوي بكرة. الأنصاريين ممكن يستطيعوا أن يحققوا النقطة الأولى، ممكن يستطيعوا أن يحققوا الثلاث نقاط الأولى، لا أدري. النصر يعني ظروف النصر، ظروف النصر استاذ سعود ظروف النصر يعني تساعد الأنصار أن ربما يحقق نقطة أو ثلاث نقاط أمامه؟ ما أستبعد أن الأنصار يتعادل أو يكسب، هذه كرة قدم فيها فوز وخسارة وتعادل، لكن المعطيات اللي في أرض الملعب الأنصار ما عنده مشكلة فنية. الأنصار ليس عنده، لا يملك يعني المال فقط، ليست مشكلته قلة عناصر، ليست مشكلته أن المواهب غير موجودة أو مدرب غير موجود أو إداريين غير موجود، مشكلته واضحة بالنسبة لنا كلنا، واضحة للجميع، مشكلته مادية بحتة. هذه اللي محط بالنسبة للنصر. طبعا في تغييرات كبيرة جدا حدثت، حضر الخبير العالمي فرانشيسكو ماتورانا. فرانشيسكو ماتورانا لمن لا يعرفه هو أسطورة التدريب في كولومبيا، هو مشابه لماريو زاغالو في البرازيل ولويس هارمونتي في الأرجنتين. هذا منتخب كولومبيا للفوز بكأس كوبا أمريكا، وقاد منتخب كولومبيا للظهور في كأس العالم 94 بعد الفوز الكبير على منتخب الأرجنتين 5-0 في بوينس آيرس. صاحب تاريخ عريض جدا في عالم التدريب، بصماته ظهرت في مباراة الفتح. حضر أيضا الأمير وليد بن بدر، حضر الكابتن علي كمية، حضر الكابتن سالم العثمان، حضر عملاق الدفاع النصراوي اللي أنا كتبت عنه مقال بعد عودته وغيابه الطويل لمدة 25 سنة غايب والآن عاد، هو الكابتن توفيق المقرن، كتبت عنه مقال بعنوان العمالقة عادوا. كل هذه التغييرات الكبيرة جدا أعطت النصر حيوية في المباراة الماضية، أعطت النصر يعني وهج من جديد. طبعا في غيابات في اللاعبين، هناك حراك نصراوي كبير في فترة الشتاء، سيتم إحضار لاعبين أجانب زي ما عرفنا أو زي ما ذكر. أعتقد النصر الآن هدفهم واضح ومعروف، هو أن يتحسن ترتيب الفريق من السابع إلى السادس ومن السادس إلى الخامس، لأن العالم يعرف كله أنه بطولة الدوري المركز الأول والثاني والثالث النصر ليس له نصيب، لكن النصرويين الآن يتحدثون عن تحسين مستوى الفريق وتحسين مركزه في سلم الدوري والمنافسة في كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين والبدء في بناء الفريق ليكون فريقا قويا في الموسم القادم. وهذا الكلام كان واضح وصريح وأعلنها الأمير وليد بن بدر المشرف العام على فريق كرة قدم بنادي النصر. طيب. أيضا الأمير فيصل بن تركي عبر صفحته في تويتر ذكر أن عن فترة الانتقالات أنها راح تكون مرضية للجماهير النصراوية. هناك توقعات أنه أكيد في لاعب أجنبي بدل مارسير اللي تم فسخ عقده. في لاعبين مش لاعب. طيب. وفي لاعب ربما يكون بدل الجزائري عنتر. لا يحيى. في لاعب آسيوي ولاعب بدل مارسير. بالضبط. نعم. طيب فيصل. بالنسبة للانتقالات أو انتداب اللاعبين للنصر، طبعا احنا تكلمنا أول عن مارسيل وتكلمنا أنه محتاجين، يعني طبعا النصر محتاج اللاعبين، أي لاعب أجنبي محتاج النصر في الوضع اللي هو فيه الآن، يعني عنده عناصر سعودية ممتازة بس العنصر الأجنبي يعني بينه ممكن اللي شفناه كويس وممكن الكابتن عنتر يحيى بدأ، يعني أنا أشوفه يعني بصراحة مو بطال، يعني الكابتن عنتر ممكن صح يجيبوا اللاعب الآسيوي زي ما قال الأستاذ سعود عبد العزيز ولاعب أجنبي على مستوى، المفروض يعني يجيبوا لاعب أجنبي على مستوى غير الآسيوي، يعني حيسووا تغيير للفريق لو جابوا لعيبة أجانب كويسين مع العناصر اللي عندهم، ممكن الفريق يعني ما في كثير مشاكل. طيب أستاذ سعود، أنت مقنع لك أداء مارسيل في النصر؟ لا طبعا ما لا مرسل اساسا من مارسير من الخطا اساسا التعاقد معه، اولا متقدم جدا في السن، ثانيا سعره عالي، يعني ترى على فكره يعني هو ترى اخذ هو وناديه الاصلي اللي انتقل من النصر اخذ مبالغ عاليه جدا من النصر. طيب التوقيت النصرويين طبعا كانوا حريصين جدا على التخلص منه لانه يبحث عن لاعب اجنبي. انا اعتقد ان النصر عنده حراك الان، عنده لاعبين اجانب سيتم التعاقد معهم من 2 إلى 3، يعني 2 اقل تقدير و2 مؤكد و3 اقل تقدير، يعني ممكن يكون بينه هو الاجنبي الوحيد اللي مستمر في النصر. بينه حيكون موجود بكره في مباراه الانصار حيكون، لكن يحيى عنتر مش حيكون موجود في مباراه بكره. الان في مفاوضات، يعني لانه يا انه يستمر يا انه يطور من مستواه ويتقدم إلى الأمام ويقدم ما عرف عنه سواء مع منتخب الجزائر أو مع ما قدم في نادي بوخوم أو أنه يتم التخلص منه. طيب. أنا وجهة نظري أن المدرب السابق كوستاس
لم يوظف الكابتن عنتر التوظيف صح. المناسب. أنا صح. من خلال مشاهدتي مثلا لمباريات الجزائر في كأس أفريقيا أو في كأس العالم، يعني أنا أتذكر مباراتهم مع مصر اللي الشهيرة التي قمت في أم درمان وانتهت 1-0 لمنتخب تونس، وتأهلت من خلالها تونس إلى كأس العالم بعد غياب أو اللي سجل الهدف يحيى عنتر اللي أنا شايف مثل ما شفته. أنا أشوف أنه هو كان يلعب وسط ما يلعب سنتر، لأني أنا أتذكر الدفاع التونسي خطي الظهر التونسي كان معروف انه نزير بالحاج والمتوسطين كان بوق الرو وعبد القادر خريش. طيب ما كان موجود هو في خط الدفاع، كانوا محور. ممكن مدرب النصر الماضي اللي هو السيد كوستاس قد يكون لم يوظف اللاعب توظيف مناسب، عشان كذا لم يظهر بمستوى المعروف. ومسألة اندماج بعد في الفريق يمكن يبغى لها وقت اكثر من اللي هو يعني معنا الان 12 مباراه تقريبا، هو صغير يعني 28 سنه وعنده خبره ولعب في اوروبا. أقولك أنا ربما يكون هو توظيف. لم يوظف التوظيف المناسب. طيب. أنا يوم أسألك عن مارسيل كنت بقصد أنه طيب الاستغناء عن مارسيل في هذه الفترة قبل الانتقالات الشتوية، يعني وجوده ورحيله مثل بعض يعني. لا وجودك كان ضرر على النصر لأن هناك لاعبين سعوديين أفضل منه ومتقدم في السن متقدم في السن وكان من المؤكد أنه ضحية وشربها النصر يعني ضحية شربها النصر، وللأسف الشديد كان عقده طويل الأجد وكبير في السن، وأنا ما أدري كيف أنه يتم تعاقد معه لمدة 3 سنوات سنتين عقد رسمي والسنة الثالثة زي ما بيقول أوبشن. يعني حقيقة كان فعلا النصر تعرض إلى في قضية الكابتن مارسيل والتعاقد معه لفترة طويلة بمبلغ عالي. أعتقد أن النصر يعني حقيقة وأقولها لك بالفم المليان تعرض إلى عملية نصب من السماسرة في هذا الموضوع. طيب فيصل، فنيا في المباراة كيف مفروض يفوز النصر ويدخل المباراة وأيضا الأنصار؟ والله النصر يعني بصراحة أكيد حيلعب نفس التشكيل في المباراة الأخيرة. طبعا بكرة أنا أتوقع النصر هيهاجم، يعني بعد طبعا الفوز الأخير هيكون عنده ثقة شوية أنه يهاجم الأنصار. النصر لازم يعني طبعا بكرة إذا يبغى يكمل ويبغى الجمهور ويبغى هذا لازم بكره يعني يدور الفوز. وشوف زي ما قال الاستاذ سعود. طيب يعني طريقة ماتورانا اللي لعب فيها في مباراة الفتح هل هي مناسبة فعلا للنصر؟ لسه يا ولا يمكن ما تقدر تحكم عليها من اول مباراة. ما تقدر تحكم اول مباراة لسه. طيب انك انت تجي تفرض طريقة جديدة على الملعب على اللاعبين، ممكن هذا يأثر عليهم في خاصة ما يأثر يعني الموسم؟ شوف هو طبعا دحين اكيد شوف مدرب زي هذا ومدرب كبير وعارف وعارف يعني درب في السعودية وعارف كيف طبيعة اللعب السعودي وكيف يتوالف مع الأمر، وهذا يعني طبعا زي هذا بخبرة هو قاعد مع اللعيبة يفهمهم. فأكيد هو يعني عنده خطة بيمشي عليها كيف حيغير ما حيغير، حيمشي على هذا النهج شوية شوية يغير إذا عرف. فزي مباراة بكرة أنا أتوقع أنه ممكن طبعا هيهاجم. هو أكيد شاف الأنصار مباريات حيعرف كيف طريقة الأنصار إيش نقاط القوة. يعني الأنصار عندهم زي ما قال الأستاذ سعود كم عنصر خطيرين يعني بصراحة في الأنصار لعيبة سعوديين. الأنصار بكرة ما في شيء يخسروا يعني خلاص الأنصار أكثر من كده إيش حيخسر. أتوقع كمان الأنصار بكرة ممكن زي ما قال الأستاذ أنا يعني متوقع إنه بكرة هتكون مباراة حلوة للأنصار، بس الفوز طبعا في أوضاع الأنصار الآن الأنصار أي هدف يجي فيه الأنصار متحطم عارف يعني ممكن يأثر فيه جدا ويسبب له هبوط نفسي أكثر خاصة في المدينة. فما تعرف يعني إيش بكرة مباراة ما هي سهلة للنصر، بس حسب يعني المدرب ولاعبين النصر هيقدروا أتوقع حتى لو بصعوبة هينهوا المباراة. طيب متواصلين معكم مستمعينا الكرام، لكن بنروح الفاصل الأول عندنا في البرنامج. خلنا نقرأ بعض الرسائل على السريع. يقول السلام عليكم، تكفى يا كنترول اتصل عليه بيتكلم عن الهلال. طيب أيضا يسعد مساكم، أهنيكم البرنامج. طب الله يعطيك العافية يا جيجي. أيضا في كثير من الطلبات هنا قصطاني بنتكلم عن موضوع الجماهير وخاصة مباراة الهلال والاتحاد. إن شاء الله راح يكون في وقت لنا إن شاء الله نتسنى فيه الاتصال عليكم ونأخذ أراءكم فيه، لكن خلنا نروح للفاصل. أذكركم رقم التواصل عندنا على السريع STC 84777 موبايلي 640-660 ومشتركي زين 7462-62. فاصل أول نرجع لكم. خلك على الموجة السعودية FM. كنت
متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الرياضي برا 18 معي ناصر طالق الغشيان، ورافقني في الاستوديو الكابتن المحلل الرياضي فيصل بمحرز، وايضا معنا الناقد والاعلامي الرياضي الاستاذ سعود الصرامي عبر الهاتف. التواصل معنا اس تي سي 84700 وموبايلي 640-660 ومشتركي زين 746262. ايضا في مباراه ثانيه راح تقام ايضا بكره من المؤجلات، المباريات المؤجله من الدوره من الجوله السابعه، نجران والقادسيه. طبعا فريق نجران ربما يعيش افضل مواسمه في هذا الموسم، وهو في المركز الثامن برصيد 13 نقطه، خاصه بعد فوزه الاخير على فريق الانصار بهدفين مقابل هدف واحد، وايضا هو تاهل الى دور الثمانيه في مسابقه كاس ولي العهد على حساب التعاون بهدفين مقابل لا شيء، وبيقابل فريق الاتفاق في مباراه يمكن اقوى مواجهات الدور الثمانيه، او بالاضافه الى الهلال والنصر والاتحاد والفيصلي والشباب والاهلي. فيصل، نجران يعاني رغم نتائجه المميزة في هذا الموسم، إلا أنه يعاني من الضائقة المالية، أيضا يعاني من بعد الأخبار اللي وردتنا أن اللاعبين امتنعوا عن أداء التدريبات بسبب عدم استلامهم لمستحقاتهم، رغم ذلك يقدم مستويات مميزة. الجهة الثانية القادسية، أو الجانب الآخر القادسية، أيضا مستوياته متذبذبة في هذا الموسم، مباريات تشوفه صاحب نهج هجومي ويسجل أهداف بكثرة مثل ما صار في الفتح، وأحيانا تجد شباكه أو مرماه مفتوح للمهاجمين الخصوم. طبعا احنا شفنا مباراة نجران، مباريات يعني تابعتها كثير مباريات بصراحة، يعني فريق انه لو مو الضائقة المادية ممكن يكون افضل من كده، يعني اتوقع يعني لاعبينه ما استلموا يمكن 6 شهور رواتب والاجانب، وهذا كويس انهم بيأدوا بهذه الروح وبيلعبوا للفريق، يعني لو اي فريق ثاني كان طبعا ما لقيناه بهذا المستوى. اتوقع نجران يعني ممكن لو بكرة عدى طبعا المرحلة، أنا سمعت الأستاذ سعود قال إنه جاهم تبرع. هو بالفعل يعني صاحب السمو الملكي أمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران قدم دعما ماديا لنادي نجران الرياضي، يمكن 500,000 ريال اللي قدمها للنادي مساهمة يعني منه في حل مشكلة الأزمة. يعني إن شاء الله إنه تحل بعض الأمور البسيطة، ما حتحل شيء طبعا. نادي نجران إذا محترفين 6 شهور ما استلموا أجانب وغير وكيلة أعمال اللاعبين الأجانبي تطالب بمليون وشيء تقريبا. طيب، فأعتقد أنا نجران يعني بيلعب الآن بروح لاعبين واجتهادات، يعني أوكي عنده مدرب ممتاز، عنده اللاعب الأجنبي اللي قدام مو زوران الثاني دائما يسجل هداف عندهم، يعني بصراحة عنده اللعيبة السعوديين حنثل، وعنده يعني عنده عناصر ممتازة وعنده حارس ممتاز. فأتوقع يعني النجران بكرة ما هيكون سهل للقادسية. القادسية فريق طبعا بنشوفه مباراة قدام النصر شفناه بشكل، ممكن مباراة اللي بعدها تشوف بشكل ثاني، يعني القادسية ما نعرف متخبط في الدوري، يعني ممكن يفوز لك على فريق يكون ثالث أو رابع الدوري، ينهزم من فريق أقل منه مستوى. فالقادسية ما نقدر يعني نعرف إيش يعني إيش مشكلته بصراحة. طيب أستاذ سعود، يعني أنت طرقت يمكن لموضوع المستحقات ونادي نجران، يمكن ضربت مثل عليه مثل الأنصار أيضا، أنهم عندهم مستحقات يطالبون فيها من الهيئة، أيضا ابتعاد أعضاء الشرف عن هذا الناديين. أستاذ سعود معنا صح؟ نعم. أي. أيضا ابتعاد أعضاء الشرف عن دعم هذا الناديين، إلا الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز هو قدم دعم لنادي نجران. نجران رغم المعاناة اللي عنده إلا أنه يقدم أيضا مستويات تعتبر جيدة، ويمكن تعتبر الأفضل له في المواسم السابقة، وهو كان يعني في دوري الدرجة الممتازة. نجران السنة هذه لا يقدم فقط مستويات جيدة، بل يقدم مستويات ودروس لمن يريد أن يعرف معنى الإخلاص، من يريد أن يعرف أن كرة القدم انتماء وولاء قبل أن تكون بحثا عن المادة. نجوم نجران لا يستلمون مرتباتهم من أكثر من 6 أشهر. حتى اللاعب السوري الذي يحمل إشارة القيادة رغم أنه لم يستلم مستحقاته إلا أنه يستطيع أن يقدم مستويات مذهلة ورائعة، رغم أنه قادم من بلد ليس من بلده. نجران حقيقة نحن كرياضيين نعتبر أنه نجران في هذا الموسم يعني درس ونموذج مثالي لكل الفرق، لمن يريد أن يعرف معنى الإخلاص وكيف يلعب كرة القدم، وأن كرة القدم يعني بعيدا عن الاحتراف. من حسن حظ الأخوان في نجران أنهم يمتلكون، أو من حسن حظ الأخوان في نجران
ان من يتولى الاماره عندهم هو الامير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، والامير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز هو رياضي شريف ورياضي محترم ورياضي محب لكره القدم وجميع الالعاب، علشان كذا دائما يتفاعل مع هذا الفريق الذي يعني يتولى امارته، يعني دائما يدعمهم، دائما يفرج من كرباتهم، دائما يحل من ازماتهم. واليوم 500,000 ريال من المؤكد انها ستكون كبيرة جدا وداعمة ومحل ومحل تقدير لكل الرياضيين وليس من ابناء نجران فقط. احنا كرياضيين نشكر الامير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز على هذا الدعم الكبير لهذا الفريق الرائع، لكن هذا ايضا ليست مسؤولية اعضاء الشرف، هي مسؤولية الهيئة المحترفين. يعني هيئة المحترفين بصراحة في هذا العام بدلا من أن تكون عون للأندية أصبحت فرعون عليها، يعني تعطل مصالحها، تعطل حقوقها. الأندية الآن مشاكلها كثيرة، كل يشتكي، يعني إلى درجة أنه رئيس نادي الاتفاق، وأنا سمعته شخصيا الأخ عبد العزيز الدوسري، أنت تعرفوا أنه في مؤتمر قبل 4-5 سنين قالوا أنه كل نادي سيتم، النادي الذي لا يوجد له رعاء راع سيتم إحضار راعي له، النادي الذي لا يوجد له راع سيتم إحضار راعي له، وأن الأندية لن سيكون أقل نادي في هيئة دوري المحترفين ستصله إيراداته إلى 15 مليون ريال أقل، الأقل الحد الأدنى. فجأة لا، رئيس نادي الاتفاق كشف عن أمر خطير جدا، وهو أنه كان يفاوض شركة تويوتا للتعاقد مع نادي الاتفاق ورعاية نادي الاتفاق. الفجأة ماذا كان؟ أنه هيئة دوري المحترفين قفزت على هذا العقد ووقعت عقد مع تويوتا ونافست نادي الاتفاق على العقد. يعني أنت بدل ما تكون أنت تشجع تقول لا بالعكس، نافست تروح لنادي الاتفاق ووقع معاه، صرت أنت اللي تأخذ مني العقد. يعني أنت تقول للرأي العام الرياضي أني سأحضر العقود للأندية، الحقيقة التي كشفها رئيس نادي الاتفاق أنت اللي تسحب العقود من الأندية. طيب بنظرتك ليش الأشياء هذه تتحدث؟ يا جماعة الخير، ما دهور الرياضة في المملكة العربية السعودية ووصلنا إلى المركز 98 في الترتيب لكرة القدم، وجعلنا نصل إلى هذا الحد اللي إن عليه من خروج في جميع البطولات، حتى أن البعض وصف عام 2011 بالعام الأسوأ لكرة القدم في المملكة. هي المجاملة يا أخي، ما هو عيب أنك تقول للمخطئ أخطأت، ولو عيب أنك تحقق مع الشخص، ولو عيب أنك تتساءل الشخص. طيب يا أخي جوزيف بلاتر تم التحقيق معه. طيب أستاذ سعود، برأيك، طيب بدل ما كنت فتحت السالفة هذه، برأيك لماذا تتأخر هيئة دوري المحترفين عن الأندية بإعطائهم الإعانات أو مستحقاتهم من النقل التلفزيوني أو من المباريات؟ السؤال لي؟ إيه نعم. والله يا أخي ما أدري، أنا ما أقدر، أنا الحاجات اللي أنا ما عندي دليل كامل عنها ما أقدر أتكلم عنها، لكني أنا أشوف أنه يتكلمون كثير ويوعد، يتم وعد الوسط الرياضي كثير ويتم الحديث عن هذه الجوانب كثير، ولا أشوف شيء. يعني أنا أشوف أنه في مجاملات. يعني إحنا يعني أنا بحقيقة استمعت أمس وشاهدت الأخ حافظ المدلج جلس يتكلم كثير عن المدرجات. يا أخي المدرجات، كراسي المدرجات يا أخوي موجودة في ملاعب بنغلاديش، موجودة في ملاعب سريلانكا من 30 سنة، أنت جالس تمن فيها علينا يا أخي، إيش الكلام هذا؟ أنا كمشجع، أنا يا أخي ما هم من حقك أنك تمن علي يا أخي، هذا حقي. فالعملية عندك الحين الأندية جالسة، أنا تراني أتكلم ولست رئيس نادي ولست إداري في نادي. يعني مثلا الأندية الغنية زي الهلال وزي الاتحاد وزي الشباب وزي الأهلي وزي النصر عندها راع وعندها أيضا أمراء وعندها رجال أعمال يستطيعون تدبيرها على الأقل للتدبير السليم. يعني إذا زنقة ممكن تشوف 3-4 مليون جاية في أسرع وقت، لكن زي أندية زي نجران، نادي زي نادي الفيصلي، نادي زي نادي الأنصار، نادي زي نادي القادسية، إيش ذنبه يا أخي إنه أنت تيجي تتحكم في مصروفاته ولا تصرفها وبعدين تيجي تعاقبه؟ أنا أتكلم والله بحرقة. يعني أنا مثلا زي نادي الأنصار أنا أشوف أنه مثلا ضحية للهيئة. وأين التعاون يا أخي؟ التعاون لا ملاعب لا مكان للتدريب يا أخي، يقول إلى درجة أنهم بيستأجرون ملعب الأمل، يستأجرونه ب1000 ريال يتدربون فيه يوميا، مع أنه ملعب الأمل مش ملك لنادي الأمل، ملك لرعاية الشباب. أنا أقول يا جماعة الخير، إحنا عندنا الأخطاء يا أخي ونشوفها قدامنا وبعدين نغمض عليها
وجيدين بس في معاقبة الأندية. كلنا ضد الأندية والله. ما أشوف أحد مع الأندية. اللجان كلها ضد الأندية. وما هذا يا أخي، إنك جالس نعاقب الناس، لا حقوقهم نمسك يا أخي. أنت الحقوق أهم شيء يا أخي. أنت تجد الأنصار لجا مثلا في الصيف تقول والله تعال لك 10 مليون من إعانة احتراف من هذا بعد ما هبط يمكن ولا شيء. أنت تجي تعطيني هالآن، طيب أنا هبطت، أنا كيف بيش استفيد من هذا؟ طيب خلاص أنا فشلت، نزلت للدرجة الأولى. فأنا أعتقد إنه هيئة الدوري المحترفين تحتاج إلى هيئة أخرى. طيب خلينا نشوف رأي فيصل في هذا الموضوع قبل لا نقفل ونطلع الموضوع القادسية ثاني مرة نتكلم عليه بشكل أكثر. عندك تعليق على الموضوع فيصل؟ والله صح كلام الأستاذ سهود عبد العزيز. يعني إيش هيسووا في الفلوس إذا دحين ما استلموها واستفادوا منها في الوقت الحالي، إنهم يجيبوا محترفين يسددوا رواتب يقدروا، يعني هذه كلها أمور مهمة في هذا. يعني نهاية السنة لو تجي تعطيهم هي خلاص هبط يكون الفريق وما صار شيء. يعني ضريت الفريق ما فت. يعني الفلوس أوكي هيحتاجوها بس ما هيحتاجوا كل ده المبلغ بعدين. يعني إذا هبط الفريق إيش تبغى في هذا المبلغ كله لو طيب. وصله بالنسبة لفريق القادسية أستاذ سعود، السؤال يمكن موجه لك. فريق القادسية يمكن في هذا الموسم قدم مستويات متذبذبة، في مباريات نشوفه يفوز بالستة وفي مباريات نشوفه يخسر بالسبعة أو الثمانية. والله يا أخي من فريق القادسية فريق غريب. يعني أنا أشوف فريق القادسية سبحان الله يعني من الفرق اللي لا زالت قادرة على ضخ المواهب وعلى طول. يعني مثلا لو تجي فريق درجة الشباب فريق نادي القادسية، فريق نادي القادسية السنة هذه تدري انه ترتيبه الاول في درجة الشباب وجاب العلامة كاملة وفاز على النصر في الرياض 2-0 وفاز على الهلال في الدمام 4-0 وفاز على 4-1 وفاز على الاتحاد امس 1-0 ومتصدر عنده واشوف عنده مواهب ممتازة. وفريق الاولمبي للسنة هذه ممتاز بس تراجع مستواه لأن المدرب مارينيو مدرب الفريق الأول معظم لعيبته ما أخذها. القادسية عنده مواهب ولكن لا يستطيعون المحافظة على هؤلاء المواهب لأنهم لا يملكون القدرة المادية. الآن عندهم عجز مادي وهذا العجز المادي لا يستطيعون تغطيته عن طريق الأموال الموجودة والمجمدة في الهيئة، فإذا سيضطرون إلى بيع الكابتن ياسر الشهراني اللي الآن فيه التنافس بين عدة أندية لكسب توقيعه. أنا أعتقد القادسية لو قدر أن القادسية يترأسها شخص عنده الملاءة المالية الكاملة لشاهدت القادسية لا يتعدى مركزه من الثالث إلى الثاني وربما يحقق بطولة كبرى. لكن المشكلة أن المواهب تحضر في القادسية ثم تغادر القادسية لأن القادسية أصبح مثل ما كان يردد كبير المعلقين العربي الكبير أكرم صالح رحمه الله أن القادسية هي مشتل للأندية لإبراز المواهب. القادسية أصبحت يعني تقوم بهذا الدور وهي رفضت لأن المادة هي المتحكم الآن في كرة القدم. طيب فيصل، فنيا المباراة في دقيقة بس قبل أطلع الفاصل. فنيا احنا قلنا القادسية ما نعرف، يعني شفنا مستوى النجران صراحة مستوى نجران ما في يعني ثابت مستوى من يعني شفناه آخر 3-4 مباريات كلهم بيقدم نفس المستوى نفس الروح زي ما قال الأستاذ عبدالعزيز. يعني صراحة أنا حيهم على هذا الروح اللي بيأدوها وما في يعني عندهم المادة وبس. نادي القادسية ما تعرف يعني ممكن بكرة تلاقي نادي القادسية بيلعب كورة ولا شفناها قبل كده وبيسجل أهداف وممكن تشوفه بكرة أسوأ فريق. أستاذ سعود، في سؤال موجه لك عبر الرسائل النصية يقول تحياتي للموجة السعودية، أتمنى أني أشوف الإعلامي الكبير سعود الصرامي متحدثا إعلاميا باسم نادي النصر، وأيضا وش رأيك بفهد الهريفي لو يصير مدير الكرة والله شوف أنا يمكن ظروفي يعني أنا بقولها لك يعني ظروفي لا تسمح أني أنا أتواجد في الأندية بكثير يعني سواء في نادي النصر أو في غير نادي النصر، لكن أنا مرتضي أني أنا أكون في الصورة الحالية للتواجد ككاتب أو أظهر في قنوات فضائية سواء إذاعية أو تلفزيونية في هذا الموضوع. وأعتقد أنه الأخ طارق بن طارق يؤدي عمله على أكمل وجه. بالنسبة للكابتن فهد الهريفي في الوقت الراهن ما أعتقد أنه هو ظالة النصر كيكون مديرا للكرة. ليش؟ لأنه الكابتن فهد في الفترة الأخيرة اكتسب عداوات كثيرة جدا
بسبب تصريحاته النارية يعني. وصرح تصريحات جدا شديدة على الكثير من العاملين في داخل نادي النصر وخارج نادي النصر. ولو جاء هو حيظلم نفسه لأنه مش حينجح، لأنه أنت لما تكون يعني عندك خصومات كثيرة مع الناس من المؤكد أنه حيكون في تصفيات حسابات كثيرة. فأعتقد أنه غيابه في الفترة الحالية أفضل له، لأنه خصوماته كثيرة. ولهذا أنا أنصحه بأنه يبقى هادئ أو غائب تماما عن الأجواء حتى تهدى الأمور أكثر وأكثر. هذه وجهة نظري. طيب. الوقت غير مناسب. طيب أذكركم مستمعين الكرام برقم التواصل عندنا CC 84-7700 موبايلي 640-660 ومشتركي زين 7462-62. فاصل جديد ونروح له ونرجع لكم. خلك على الموجة السعودية ألف ألف أف أم. كرة اللعبة برا 18 وقول متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الرياضي برا 18 معي أنا سلطان الغشيان. رافقنا في الاستوديو الكابتن المحلل الرياضي فيصل بمحرز، وأيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ والإعلامي سعود الصرامي. تواصل معنا STC 84-7700 موبايلي 640-660 ومشتركي زين 7462-62. أرجو منكم إخواني تقبلوا اتصالي ولكم جزيل الشكر. هذا عبدالله الغامدي. عبدالغامدي ما أدري ما جانا اتصال منك ولا شيء، يعطيك العافية. أيضا فيصل وأستاذ سعود في المباريات الغد اللي مؤجلة من الجولة السابعة راح يستضيف فريق الفيصلي اللي في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، فريق الأهلي اللي طبعا في المركز الثالث أو الرابع برصيد 27 نقطة، واللي طبعا يطمح أنه يواصل إزاحة الفريق الاتفاق من المركز الثالث بعد فوزه على الفيصلي، لأنه بهذه النتيجة ربما أو بنقاط مباراة الفيصلي يحقق نقطة 30 وربما يحقق أو يزيح المركز الثالث أو الاتفاق من المركز الثالث. المباراة هذه مهمة جدا بالنسبة للأهلاويين، رغم أنه في خوف شديد من بعض الجماهير أنه ربما يكون هناك في ثقة زائدة لدى لاعبين الأهلي، والفيصلي ممكن يكون مستوياته أيضا ما تبعد عن القادسية بحيث أنه متذبذب مستوى فريق الفيصلي في المرحلة الأخيرة، رغم أنه يملك مهاجمين وصناع لعب على قدر عالي من الإمكانيات. فيصل قراءتك للمباراة؟ طبعا الأهلي احنا شفنا هذا الموسم غير بصراحة، ما أعتقد أنه الأهلي زي مباراة بكرة. أوكي من حق الجمهور يخاف أنه ثقة زايدة بيشوف الأهلي بيقدم مستويات يعني بيفوز بيسجل، بس طبعا في يعني في أخطاء برضو في الدفاع عندهم بتسبب مشاكل، فهم طبعا الجمهور إذا الجمهور هيخاف طبعا من المفاجأة. بس على الوضع الفني للأهلي الآن ماشي عليه الأسبوعين هذه اللي راحت كلها بصراحة ما يخوف وضع الأهلي. أوكي ممكن تخاف من مفاجأة، هذا يعني أفضل من الفيصلي في كل النواحي. الفيصلي احنا الفترة اللي راحت شفناه بصراحة يعني مو الفيصلي حق العام او اول العام، شايفينه السنة هذه غير يعني مستوى صح متذبذب، بس برضو يعني ما بيقدم مستويات اللي كان يقدمها اول. يعني حتى مباراة الطائف كأس الله شفناه ما قدم مستوى الطائف، لا يملك اجانب يعني يمكن روح، وهذا الطائي كان ما في الطائي مو زي كمان زمان، فما شفناه قدم شيء. المباراة اللي قبل أمام الاتفاق كمان ما يعني صح جاته فرص تسجيل، بس الاتفاق يستغل يعني الفريق اللي هيستغل يقدر يستغل الفيصلي بسهولة. طيب أستاذ سعود اللي شاف مباراة الأهلي والشباب الأخيرة يمكن يقول أن الأهلاويين سلموا المباراة أو كانت في ثقة كبيرة عندهم لين آخر دقائق المباراة أنهم كانت 3 نقاط الشباب في جيبهم أو ملكا لهم، لكن جاهم هدف الشبراني في آخر الدقائق. هذا الخوف مسيطر على جماهير الأهلي الآن من مباراة الفيصلي لنفس الثقة الزايدة لدى اللاعبين. والله يشوف المتابع للأهلي طبعا من المؤكد أن الأهلي يقدم أفضل مستوياته في كرة القدم في 10 سنوات الماضية. طبعا هناك استقرار إداري برئاسة الأمير فهد بن خالد، وطبعا هناك المهندس الخلوق المحترم طارق كيال. الفريق طبعا النادي الأهلي الآن في أيدي أمينة الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، يقدم
كل شيء الغالي والرخيص من أجل هذا النادي. اللاعبين الأجانب طبعا الأهلي توفق طبعا في عدد كبير من اللاعبين الأجانب. أعتقد أنه الأهلي في السنة هذه الرباعي الأجنبي هو الأفضل في الدوري السعودي وفي مقدمتهم الهداف الكبير جدا فيكتور سيمونز. استقرار فني، مرتبات تصرف بانتظام، مكافآت تصرف بانتظام، جمهور وفي مخلص راقي يساند الفريق في كل أماكن المملكة. النادي الأهلي لو جيت من الناحية الفنية هو يعتبر فارس كبير في الدوري. الأهلي يعني أنا أعطيه نسبة عالية في تحقيق بطولة الدوري، بس بشرط أنه في فترة الشتوية يحاولوا أنه يكون هناك إضافات خاصة في حراسة المرمى. يعني ياسر المسليم يقدم السنة هذه مستويات مذهلة، لكن ماذا لو أصيب الكابتن ياسر المسليم؟ لا يوجد له بديل. أيضا خط الظهر متوسط الدفاع في النادي الأهلي ليسوا في مستوى الطموح، ليسوا مكتملين. أعتقد أنه يحتاج إلى إضافة في هذا المركز. أيضا هناك تصعيد للاعبين ممتازين، طبعا شاهدنا الكابتن ياسر فهمي، أنا أراهن عليه أنه حيكون واحد من ألمع وأفضل النجوم الكروية في المملكة العربية السعودية، بشرط الابتعاد عن السهر، الابتعاد عن رفقاء السوء، الاهتمام بالصحة، التغذية السليمة، النوم مبكر. النادي الأهلي متعافي. النادي الأهلي في السنوات القادمة أنا أعتقد وأجزم وأؤكد لكل الرياضيين أن مستقبلا مشرقا كبيرا جدا ينتظر النادي الأهلي. النادي الأهلي يقدم كرة، هو أنا وجهة نظري أنه النادي المفضل لي في هذا الموسم بسبب مبارياته الجميلة والمستويات المذهلة والحضور الجماهيري الهائل. النادي الأهلي فوزه غدا سينقله إلى المرتبة الثالثة وسيزاحم الشباب والهلال، وهناك 13 جولة قادمة. أعتقد أن النادي الأهلي إذا كان هناك إضافات بسيطة في الفترة الشتوية، إيجاد حارس يعني يساند الكابتن المسليم، إيجاد مدافع أيضا يساند الموجودين، النادي الأهلي إن شاء الله سيكون في وضع فني كبير جدا في السنوات القادمة. بالنسبة للفيصلي هو مثله مثل نجران، مثله مثل الأنصار، ضحية للهيئة. طبعا معروف أنه نادي الفيصلياتي يعني عنده مشاكل مادية واضحة. رئيسه الأستاذ العزيز الخلوق فهد بن عبد المحسن المدلج يقدم كل شيء، لكن طبعا تعرف أنت إذا لا يوجد راع ولا يوجد داعمين منتظمين، من المؤكد أنه حيكون هناك هزات. حاولوا الأخوان في نادي الفيصلي إيجاد بعض هذه الموارد عن طريق بيع الكابتن عقيل، لكن للأسف الشديد الصفقة التي كانت هناك مفاوضات بينهم وبين نادي الهلال تعثرت. لو أنه تمت هذه الصفقة كان ممكن يتوفر مبلغ 6-7 مليون للكابتن عقيل أو لنادي الفيصلي، من خلالها يمكن ممكن تحسن الأوضاع. المعروف أنه الفيصلي الآن لا يوجد عنده لاعبين أجانب سوى واحد أو اثنين، لأنه تم إلغاء عقد لاعبين لأنهم لم ينجحوا. أعتقد أن الفيصلي السنة هذه لم يكن الفيصلي في الموسم الماضي. طيب فيصل، في كلمة قالها الأستاذ سعود يمكن بخصوص اللاعب ياسر الفهمي، قال إن علينا يبتعد من السهر، علينا اللاعب يكون منتبه لنفسه بعيدا عن الغرور، وأنه هذا لاعب ممكن يكون نجم لامع في سماء الكرة السعودية. هذا الكلمة كم مرة قلناها لكذا لاعب موهوب عندنا في السعودية فجأة اختفى؟ طبعا تكلمنا كثير عن هذا الموضوع، بس حسب ثقافة اللاعب طبعا هذا ترجع له. اللي يبغى بصراحة اللي يبغى يستمر كنجم ويبقى يضمن مستقبله يبعد عن هذه الأشياء اللي قالها الأستاذ سعود عشان يكمل، وهذا طبعا لسه لاعب صغير يعني ممكن يستفيد من اللي شافه قبله. طبعا شاف أكيد كثير يعني مشاكل، وشاف هذا اللاعب صار له كده وهذا وما انتبه لنفسه وإيش صار، فهو طيب. ممكن أتوقع أنه هيمشي في الطريق السليم يعني. طيب أيضا الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الكاتب والناقد الرياضي الأستاذ خالد قاضي. مسك بالخير أستاذ خالد. يا هلا مرحبا اخويا سلطان، ومسي بالخير على الكابتن فيصل ومن الرياض صديقنا العزيز الاستاذ سعود الصرامي. بس ما شاء الله يعني كملته ووفيته، يعني ما خليته لي كلام اقوله. والاستاذ سعود يعني قال كلام جدا حلو عن النادي الاهلي من الناحيه الفنيه ومن الناحيه النفسيه، بس المستر سعود يعني ما قال ما شاء الله تبارك الله. ما حد ينظل ما شاء الله ألف، ما حد ينظل، لا تخاف يا استاذ خالد. لا لانه العين حق برضو كمان. يعني انا ارجع لمباراه الاهلي والفيصلي، اقدر اقول بالنسبه لجمهور الاهلي السنه هذه من حق مشروع لوك يعني ان يتفائل بانه
إن لم يكن الأول أو ينافس بقوة على بطولة الدوري، وهذا حق يعني حتى من الناحية الفنية. لو الفارق كبير بين الأهلي هذا السنة والأهلي في الدوري العام الماضي، يعني عليك أن تتخيل فريق يتلقى 11 خسارة في العام في الدوري الماضي. ولكن أرجع وأقول إنه فوز الأهلي بكأس الملك بكأس الأبطال كانت أكبر إعداد معنوي ونفسي للفريق الأهلاوي. وبالتالي لو حبيت أتكلم في أمور فنية بحتة، لا نغفل دور المدرب الجيد اللي أتصور عمل نقلة. عشان نكون منصفين، المدرب التشيكي جالو ريم يعني ممكن ما كان مدرب مشهور، لكن عمل نقلة حقيقة كبيرة من حيث الأداء السريع والنقلة السريعة. وكل اللي شافوا مباراة ريال مدريد وبرشلونة شافوا الكرة الحديثة اللي ما فيها كرات عرضية وتحضير مطول، كرات على طول قدام. وأتصور أنه ممكن حاجة كثير من البعيدين عن النادي الأهلي ما يعرفوها فيما يتعلق بالتعاقد مع كاماتشو. كان فيكتور هو شخصيا من رشح اختيار كاماتشو لأن يلعب في صفوف الأهلي، وهذا كان اختيار موفق. وبالتالي شفنا بروز فيكتور هذه السنة راجع لعودة للتعاقد مع اللاعب الكبير كاماتشو اللي صانع ألعاب وهداف. لأنه تيسير الجاسم أحيانا يصاب، يعني لما يكون عندك اسمين الحلول يعني متعددة، يكون عندك أكثر من صانع ألعاب، فبالتالي هذا ينعكس على أداء فيكتور. وشفنا الطريقة الحديثة مهاجم واحد. لكن أنا أرجع وأقول يعني حتى مباراة احنا اتفقنا هنتكلم على تداخل المسابقات. طيب هذه خلنا نجلها بعدين استاذ خالد، خلنا نجلها بعدين. أيوة. خلنا نتكلم عن الاهلي الان ايضا عنده بعض الاصابات، يعني في بالومين ويمكن لا هذا يعني كلام كذا على السريع. لكن طيب. لو ترجع لسبب تداخل المسابقات، يعني لو الناس تسالوا كيفين البيشي ليش ما شارك امام هجر في دور 16 في كاس ولي العهد، لانه لما سئل الامير رئيس النادي الاهلي الامير فهد بن خالد قال لانه المدرب كان خايف على جيفين البيشي لانه كان عنده كرتين، وبالتالي اشرك الكولومبي في قلب الدفاع. وهذا يؤكد هذه اشاره واضحه انه الفريق الاهلاوي يعني ما عنده بدلاء في وهذه انا ما كل ما اخشى على الفريق الاهلاوي ان يكون ضحيه للبدلاء. واتفق مع اخويا سعود في انه لابد ان الاداره الاهلاويه وصلنا القرار في النادي الاهلي يسارعوا في لايجاد بدلاء افضل، خاصه بس أحب أقول يا سلطان نقطة فنية جدا مهمة. كثير ناس يقولوا دفاع الأهلي العام الماضي كان ضعيف والسنة كان أفضل. دفاع الأهلي أي نعم بيعتمد على 4 لاعبين ما لهم بدلاء، ولكن وجود دائما لما يكون عندك وسط قوي، يعني اللي يفهم الكورة يعرف الكلام هذا والفنين، لما يكون عندك هجوم قوي ووسط قوي يعني بالتالي هذا يخفف الضغط على حتى شوف نسبة الأهداف اللي دخلت في المرمى الأهلاوي كانت أقل بكثير. في المقابل شفنا فيكتور الآن بينافس الفريق الأهلاوي. لما نقول السنة هذه في دوري هذا العام وضع على المحك الحقيقي، لما قابل يعني الفوز على النصر في بداية الدوري، أيضا الفوز على الاتحاد كان يمثل أحيانا يا سلطان يعني تلعب وتأدي مباراة جيدة ولا تفوز وكأنك يا أبو زيد ما غزل. دائما الجماهير الفوز حلو، والفوز حتى لو في مشاكل أو عيوب يغطيها. الفوز على النصر، بعدين جاء الفوز على الاتحاد، بعدين جاءت يعني حتى كانت يعني الفريق الأهلاوي حتى لما خسر أمام الهلال برباعية هذيك المباراة كانت لها ظروفها، ولكن الفريق الأهلاوي استعاد هيبته. لما الفريق الآن عنده 27 نقطة وفيما لو قدر له مع احترامي للفيصلي انه يكسب مباراة الغد امام الفيصلي وهي في المقاييس الفنية في العرف الفني تظل مباراة سهلة بالنسبة للأهلي، او اذا كان الأهلي، انا حتى امس واحد أهلاوي يقول لي خايف الأهلي يخسر من الفيصلي، قلت له والله اذا الأهلي وصل الى مرحلة يخسر من فريق الفيصلي او الأنصار او القادسية فهو فريق غير جدير ان ينافس على الدوري. يعني ان تكون من ضمن الأقوياء لابد أن تكون قويا، أو كما يقول المثل يعني إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. طيب أبو عنان يعني داخل على 30 نقطة، وثلاثين نقطة تخول له. أرجع لمباراة الأهلي والشباب كانت اختبار حقيقي للفريق الأهلاوي رغم القوة الهائلة للفريق الشبابي اللي كان بيلعب على أرضه، وشفنا الفريق الشبابي كيف تعادل بصعوبة رغم أنه المدرب الأهلاوي عانى من مشكلة عدم وجود البدلاء. أتصور أنه الفريق الأهلاوي
قادر السنة هذه أن يكون ضيفا ثقيلا حضور يليق بتاريخ الفريق الأهلاوي. طيب. اتصور وهذه ما هي مجامله للفريق الأهلاوي، والله دائما انا اتعاطف مع الفرق الجماهيريه ولا يزعل مني من الفرق اللي ما لها جماهير. يعني مثلا انا فرحت بفوز النصر على الفتح، ليس لاني عندي مشكله مع الفتح، ولكن يعني لو كانت الفتح والهلال في دورة الثمانيه في كاس العهد تختلف، لما يكون في النصر والهلال في اعلام وفي اجواء وكذا. طيب. وهذا ليس تقليلا من مستوى طيب. أنا دائما أتعاطف مع الأندية الجماهيرية، والأندية الجماهيرية تظل يعني حتى على مستوى العالم مهما تراجع مستواها ومهما تعرضت إلى ضرب معين سرعان ما تعود. أبو عنان، إنه الفريق الأهلاوي ليس أمامه حل إلى الفوز، وأنا عجبتني عبارة سمعتها من معلق مصري في مباراة الدوري المصري أمس، قال حتى قال باللهجة المصرية، قال اللي ما يسجلش أهداف يتحمل اللي يجيله. طيب غياب بالومينو يا ابو عنان تنتظر الاهداف، غياب بالومينو عن الاهلي لمده 3 أسابيع، يمكن اصابه عنده في الرباط الداخلي للركبه. والله يعني في معتز الموسى واعتقد صاحب عبد الله، ولكن يعني الاصابات هذه قضاء وقدر، وما نقدر نقول انه المدرب هذا وضع امام، يعني اتصور انه البدلاء موجودين، وممكن باليمو لاعب من خلف الكواليس اللاعب له تاثير، اتصور انه الاهلي حيتاثر بغياب، ودائما غياب النجوم يعني ياثر في المباريات الكبيره. حتى الاهلي وان كان هزم الاتحاد 3-1 في الدور الاول، لكن شفنا كيف غياب كاماتشو كان مؤثر جدا على الفريق الاهلاوي. انا في اعتقادي الشخصي، وكثير من الاهلاويين والنقاد وغير الاهلاويين اتفقوا معايا، انه تعاقد الاهلي مع اللاعب الكبير، واقولها كبير لانه هذا لاعب مشبع بالخبره اللي هو البرازيلي كاماتشو، صنع الفارق مع المدرب جاريو ريم، وشفنا كاماتشو حقق نقاط. يعني لما يكون عندك صانع العاب وهداف ويجيد الكرات الثابته، اتصور يعني وانا استغرب لما اسمع هناك من يطالب اداره الاهلي باستبدال كاماتشو بلاعب اخر. وفيما لو اقدمت اداره الاهلي على هذه الخطوه حيكون خطا فادح. اتصور انه الاهلي لابد ان يعوض بلاعبين محليين في الفتره الشتويه، وان يبقي على لاعبيه اللاعبين الاجانب. طيب ابو عنان، انت في نقطه يمكن ذكرتها في البدايه قلت لك بنأجلها لبعدين، اللي هي تداخل المسابقات، في نقطه غير جيفين وبالومينو ولا عندك؟ والله يا سلطان يعني بس على السريع تكفى ابو عنان، يعني معليش والله ابو حط اصواتنا واتكلموا النقاد، قلنا يا جماعه يا تكملوا كاس ولي عهد، والكلام هذا ما هو مره ولا مرتين ولا ثلاثه، والاستاذ سعود والكابتن فيصل وكل المستمعين يعرفوا الكلام هذا. يعني انا نفسي افهم، او يطلع لي واحد يفهمني، لانه انا فاهمي على قد الصراحه صار. يعني ايش الفكره انه نلعب جوله من كاس ولي عهد وبعدين نرجع نكمل الدوري وبعدين نرجع نكمل، يعني فيها لخبطه على الانديه وفيها، طب نكمل كاس ولي عهد ما عندي مانع، او نكمل الدوري ما عندنا مانع. لا تنسى كمان انت بعد شهر من الان اربع انديه سعوديه حتخوض الغمار المنافسات الانديه الاسيويه، فلا بد كمان يعني اتصور الانديه تعرضت لارهاق، خاصة الفرق اللي مهما كان شفنا، عشان لا نطالب بحضور جماهيري وبدوري قوي فنيا واحنا قاعدين نضغط الدوري، ولا بد شفنا نحل في حكاية تداخل المسابقات. طيب استاذ خالد قاضي الكاتب والناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا. شكرا لك، يعطيك العافية. طيب استاذ سعود عندك تعليق على موضوع تداخل المسابقات؟ والله يا اخي تداخل المسابقات طبعا انا مع ابو عناه في الموضوع ذا، كان يا انهم يستمرون او انهم يبدون في التفكير في المسابقه في كاس ولي العهد بعد نهايه الموسم، خاصه وان البطوله اصبحت يعني مدتها قصيره، يعني 3 أسابيع كافيه عليها لانها 3 جولات فقط. انا اعود الى موضوع النادي الاهلي عندما تحدثت عن انه البنش الاهلاوي ضعيف، لانه النادي الاهلي شوف الان مرتاح، يعني لا في تداخل مسابقات، لكن النادي الاهلي بعد شهرين يعني في بدايه مارس نعرف انه بطوله اسيا للانديه ستنطلق، والاهلي موجود في البطوله، فحيكون هناك ارهاق، هناك حيكون ارهاق شديد جدا. عشان كذا احنا نناشد الاخوان في النادي الاهلي بالبحث عن بنش يساعد اللاعبين الان على اراحتهم، يعني على تدوير الخانه، على يعني انت الان شايف انت الكابتن بالين مهون مصاب الان وحيغيب 3 أسابيع، فهل هناك بديل
ما ادري والله في بنفس المستوى. ما اعتقد انه الكابتن صاحب العبد الله في مستوى اللاعب الكولومبي. انا اقول ان الاهلاويين الان الفتره الشتويه ستنطلق في 10 يناير كانون القادم. البحث يجب ان يكون جدي. يعني انا شاهدت تصريح للامير فهد بن خالد رئيس النادي الاهلي يقول بالنسبه للاربعه الاجانب مستمرين. طبعا كل العالم تؤيد استمرار الاربعه الاجانب، عماد الحوسني، فيكتور سيمونز، والكابتن كاماتشو، واللاعب الكولومبي. لكن اعتقد ان النادي الاهلي يحتاج الى 3 إلى 4 لاعبين محليين يساعدونه ويساندونه في رحلته الاسيويه والمحليه. طيب فيصل، غياب بالومينو عن الفريق في مباراه الغد ويمكن لمده 3 أسابيع قادمه، هي ابو علان ذكر انه يمكن في معتز الموسى، في تيسير ايضا، في صاحب العبد الله متواجدين. تكلمنا طبعا بالومينو بيقدم مستويات ممكن شوية يعني أفضل من هذول اللاعبين، أفضل من اللاعبين المتواجدين. فأتوقع أنه يعني زي مباراة بكرة في تأثير، بس مو ذاك التأثير، بس تأثير جاي قدام يعني في الأمام. يعني عشان كده لازم الأهلي صح يدور على بدلة يكون عنده دكة قوية، عنده الكاس آسيا، عنده يعني عنده بطولات داخل في بعض. كاس آسيا حيرهق اللاعبين، إذا حيدور دوري وكاس آسيا صدقني لازم حيجازف واحدة فيهم. في حاجة مهمة يا طول عمر، تفضل. انه برضو انه انا اشوف يعني في توجه لتفريغ الفريق الاولمبي. ترى الفريق الاولمبي الان يتصدر الدوري، صح؟ ان احنا نعرف انه النادي الاهلي الان يتصدر الدوري الامير فيصل بن فهد للدرجه الاولمبيه ب 36 نقطه، وخلفه نادي الهلال ب 31 نقطه، يعني فارق 5 نقاط. لكن اذا انت بتفرغه بتاخذ نجوم الفريق مثل ياسر فهمي، مثل المدافعين، مثل انت حق في هالحاله ممكن تخسر البطولتين. البطوله يعني. صح، اعتقد انه الحل الامثل هو انه استغلال الفتره الشتويه بالبحث عن لاعبين سعوديين من 3 إلى 4 يساعدون الفريق، خاصه وانه الان الفرصه متاحه. ليش؟ لانه معظم الانديه اللي اصحاب المراكز من تقريبا 13 14 10 عندها ازمات ماليه ممكن تكسب. يعني مثلا لو ممكن تفاوض مثلا نادي التعاون لشراء عقد او اعاره الكابتن فهد الثنيان حارس بديل. يعني فهد الثنيان حارس ممتاز انا وجهه نظري، وهو حارس منتخب باء. ممكن تستعير مثلا لاعب زي مثلا على سبيل المثال الكابتن ابو عبيد من الفتح، فيه لعيبه في القادسيه ممكن تستفيد منهم. اعتقد ان الاهلي في حاجه بدلاء لتعزيز دكه البدلاء، لانه هناك في من بعد من يناير حتى نهايه ماي حيكون الاهلي لديه مباريات كثيره وكثيره جدا. طيب فيصل، مباراة الغد اللي راح تجمع الأهلي بالفيصلي، الكل عارف موعدها والكل عارف توقيتها. المباراة اللي تكون مؤجلة دائما يكون حساباتها غير، هي حسابيا ما في يعني الأهلي دحين طبعا هذه حتأثر على الفرق الثانية الحسابات هذه. يعني طبعا الأهلي عنده مباراة مؤجلة والهلال، هذا طبعا حتفرق زي ما تقول مباراة بكرة. الأهلي إذا فاز بكرة هي خلاص هيعدي الاتفاق، فهذه يعني طبعا حساباتها غير، بس من موقع إنها مؤجلة. يعني لو لعبت أول نفس الآن يعني ممكن الآن أنا أشوف إنه وضع الأهلي أفضل، عشان لما كانت الفترة اللي حتلعبها لسه كان بداية الموسم والأهلي فيه شوية يعني بعد مباراة الفتح أعتقد اللي كانت هناك، فالآن وضع الأهلي أفضل. طبعا المباراة راح تكون في الساعة 7:45 مساء. إذا الأهلي فاز حيصل إلى النقطة 30، النقطة 30 في المركز الثالث، حيتخطى الاتفاق ويقترب من المتصدر، صح؟ يصير مجموع النقاط تقريبا فرق 4 نقاط بين المتصدر وبين الفريق الأهلي في حال فوزه في مباراة الغد. نعم، يقترب كثيرا من المتصدر وهناك 13 جولة قادمة. طيب نعم. متواصلين معكم مستمعينا الكرام، اذكركم بارقام التواصل عندنا STC 84700 موبايلي 640-660 ومشتركي زين 7462-62. نطلع فاصل وبنرجع من جديد. خلك على الموجة السعودية ألف ألف أف أم.